في صوره معانا عرضها لنا تايلو هاتوانا باسوني، خلي كابتن اشرف يعلق عليها. ماشي. لان الصوره دي هي صوره الاسبوع. الصوره دي يا كابتن، ده الحاج محمد شحاته، وده ابنه علي محمد 18 سنه، طبعا من اصحاب الحياه الخاصه. شوف كل ماتش يحضر ويشيله كده ويطلعوا المدرجات عشان يحضر المباراه. شفت الصوره يا كابتن؟ طبعا هذا الموقف الانساني الرائع الجميل اللي بيدل على مدى اصرار الاب وابنه والعشق للنادي والعشق يتواصلوا مع النادي. لسه بقول اهو، العشق ويتواصلوا مع النادي وحب النادي يصل الى هذا الحد. الحقيقه هم لازم، لابد ان يكون لهم تقدير خاص من جانب النادي، ان هو لازم يهيئ لهم الاسلوب الراقي الذي يليق بهم، ان هم يتواجدوا في مكان يليق بالاثنين. طيب خليني احيي الحاج محمد شحاته. بيفكرني بصديقنا العزيز احمد سباعي في طنطا. يعني السباعي، السباعي ده هحكي عنه. لازم الاثنين يتكرموا. السباعي ده انا هحكي لك عن السباعي. يعني لازم الاثنين، مش مدوخنا قد السباعي يا دكتور. لازم الاثنين يتكرموا. طيب يا حاج محمد، مساء الفل واهلا بيك ومنورنا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور ايهاب، اهلا من المشجعين بتاعك يا دكتور ايهاب. الله، وتحياتي لعلي، يعني بلغوا تحياتي وعشقنا للاصرار وحب البلد. واحسن اللي يحب بلده يبقى بيحب مصر كلها، ده نموذج يحتذى به. اصراركم على ان انت تكون مع علي كل مباراه وتشيله وتطلع بيه، اوصف لي الحاله دي. الله يبارك لك يا دكتور ايهاب. علي من مشجعين للجمهوريه. وانا بحيي بمس على الكابتن هاني العقبي والكابتن اشرف اللي مع حضرتك. يا اهلا بحضرتك. الله يخليك، اهلا بيك. وانا بقى بناشد شرف لينا سياده النائب احمد الخشن. انا ساعه شفت الصوره بتاع ابني دلوقتي على الشاشه، انا من شعوري من جوايا حاسس بقيمه عاليه لعلي ابني. انتوا ده هو اللي فوق راسنا من فوق. وانا بناشد طبعا سياده النائب احمد الخشن والاستاذ ايمن خطاب والحاج محمود الخط وكل مجلس اداره شبين عشان خاطري. حاولوا بقى يعني لو نساعد بقى بكرسي متحرك لابننا علي. وانا عارف ان النائب احمد الخشن والاستاذ ايمن خطاب والحاج محمود قدها وقدود وهيحققوا الحلم ده. دي اللي نفسي فيه برضه، عشان ده عشق، ده نموذج يحتذى به. ربنا يبارك لك يا دكتور ايهاب. انا خلي بالك يا دكتور ايهاب، في الماتش ده بالذات انا تعبت بعلي على البوابه على ما دخلت. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش برضه. والرجال، وهات لي صوره السباع يا بسوني. والرجال الامن عندنا في المنوفيه على اعلى مستوى. طب معلش انا هقول لحضرتك حاجه. الامن في المنوفيه من السنه اللي فاتت ضرب نموذج لكل المحافظات، وكان معاه محمد عمار في الغربيه في دخول الجماهير. فانا ارجو لما يكون في حاله زي دي احنا اللي نقول له اتفضل ونشيله وندخل. صحيح. ده اقل حاجه ممكن نقدمها له. انا طبعا بحييك بحييك، وان شاء الله شبين تقف على رجلها كده وعلي يشجع بحماس تستعيد قوتها وكان يحسن حالي يا رب ان شاء الله. الحمد لله. بص علي من بيشجعني الجمهوريه جامد قوي 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 يعني، وبعمل اي حاجه ان انا اسعد ابني باليوم ماتش لما بيبقى فيه ماتش للجمهوريه هنا في سبين. انا بفضل نفسي لعلي ابني بالذات، علشان بص انا مش عاوز احرمه من اي حاجه من على من الدنيا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. عشان علي لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف ياكل نفسه ولا اي حاجه. الله يبارك لك. علي بالذات عندي دي قيمه عاليه ليا بيها عند ربنا. الله يبارك لك. واحنا هنحاول ان احنا كمان نجد وسيله وكرسي متحرك ان شاء الله لعلي. ربنا يبارك لك يا دكتور ايهاب، واحنا من المشجعين لك يا دكتور ايهاب. البرنامج بتاعك المغطي العالي، البرنامج بتاعك الجميل. اشكرك يا حاج. انت من الناس الجميله يا دكتور ايهاب. اشكرك. ده انت اللي جميل وربنا يبارك لك. شكرا جزيلا حاج محمد شحاته. زيه زي انا عارف انت السباعي كابتن هاني. خلاص يعني انا عارف كابتن هاني بكى من اللقطه.